المتقدم إليك. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. أيها الشهداء القديسون الذين جاهدتم حسنا وتكللتم الجميع بهاي اللحظات المقدسة اللي فيها نعمة الروح القدس بتحل حتى يصبح الشماس نيكيفوروس كاهن اللي بيقدر يسجد يسجد واللي ما بيقدر يضل واقف بانحناء الرأس ويصلي للكهنوت ويصلي لندورة للأنظرة الكهنوتية وللكاهن نيكيفوروس الشماس. لنصغي النعمة الإلهية التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل، هي تنتدب الشماس نيكيفوروس الكلي الورع إلى الدرجة الكهنوتية، فلنطلبن من أجله لكي تحل عليه
نعمة الروح الكلي قدسه. أيها الإله الذي لا بدء له ولا انتهاء، السابق في الوجود عن على كل المخلوقات، يا من يكرم بلقب كاهن من أهلوا في هذه الدرجة لأن يخدموا كلمة حقك، أنت يا سيد الكل الذي سر بأن أضع يدي على عبدك نيكيفوروس، ارتضي بأن يتقبل بسيرة لا عيب فيها وإيمان كامل نعمة روحك الكلي قدسه، واجعله لك عبدا كاملا مرضيا لك في كل شيء، سالكا سلوكا يليق بالكرامة الكهنوتية العظيمة الممنوحة له من قدرة معرفتك السابقة، لأن لك العزة والملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، آمين. سلام إلى ربي نطلب، من أجل سلام وخلاص نفوسنا إلى ربي نطلب، من أجل سلام كل العالم وحسباتك العز الله المقدسة واتحاد الشر إلى ربي نطلب، من أجل أبينا ورئيسك أهلنا كريستو وخلاص وكهنوته ومعارضته وبقاء سالما ومعافى، ولأجل خلاص وعمل يديك إلى ربي نطلب، من أجل عبد الله نيكيفوروس المرتسم إلى مكاننا وخلاصه إلى ربي نطلب، لكي يمنح إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا شائبة إلى ربي نطلب، من أجل هذه المدينة المحروسة بالله وجميع الأديرة والمدن والقرى والمدن الساكنة فيها إلى ربي نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربي نطلب، أعظم وخلص وارحم وفقنا يا الله بنعمتك، بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائشة البركة المجيدة سيدتنا وأهلنا في الإله دائما تفضلت مريم مع جميع القديسين بنا الله وكل حياتنا لك. أيها الإله العظيمة قدرته وفوق العقل إدراكه العجيب في مقاصده تجاه بني البشر، أنت يا رب يا من سررت بأن يدخل عبدك هذا نيكيفوروس في الدرجة الكهنوتية، املأه من موهبة روحك القدوس لكي يسير أهلا لأن يمثل بلا عيب أمام مذبحك ويكرز ببشارة ملكوتك ويخدم كلمة حقك ويقدم لك قرابين وذبائح روحية ويجدد شعبك بحميم الميلاد الثاني حتى يلاقي هو أيضا ابنك الوحيد إلهنا العظيم مخلصنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني، فتنعم عليه بوفرة خيريتك بأجر من تدبر شؤون درجته تدبيرا حسنا، لأن اسمك الكلي الإكرام العظيم البهاء مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، آمين. أكسيوس 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 تبارك الله الذي سكب نعمته على كهنته مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية لحية هارون
النازل على طرف ثوبه كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أكسيوس 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 أكسيوس. إلى الرب نطلب تبارك الله الذي يمنطقني بالقوة وقد جعل طريقي لا عيب فيها كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مستحق 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 مستحق. تكري ذيثم كهنتك يا رب يلبسون البر وأبرارك يبتهجون ابتهاجا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أكسيوس أكسيوس time.